بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتيت باش نشارك معكم واحد المشكلة صادفتني في هاتف سامسونج A02S. هاتف سامسونج A02S. المشكلة وهي أن الهاتف لا ينطفئ، مثلا كما ترون، فهو يبقى على هذه الحال حتى ينطفئ من الشارج. كما ترون، عندما أقوم بعمل كليك على الهوم، على الباور، فهو لا ينطفئ. كما ترون لا ينطفئ، يبدل الصور ولكن لا ينطفئ. عند تتبع الفحص وجدت المشكل، فهو في هذه الرخامة ديال الشارج. كما ترون سوف أقوم بإزالتها. وجدت بها بعد الرطوبة الآن، فالمشكل تم كما ترون، فهو تم حل المشكل. يعني هو أصبح ينطفئ ويشتعل، ينطفئ ويشتعل. الآن سوف نقوم بتغيير هذه الرخامة بواحدة جديدة. كما ترون هذه القديمة، قمنا بتغيير واحدة جديدة. كما ترون في الهاتف أصلا منطفئ، هو يشتغل جيدا. سوف أقوم بتجربة الشارج. عفوا، إذن فهو يقوم بالشحن. هناك مشكلة في الشحن، سوف نقوم بحلها من بعد. إذن لقد تم حل المشكل.